أنا ما عشت مالها أتذكرها. إذا كانت أمك إحساسي بيقول إساها عايشة وطيبة. بنتك عزيزة علي من كم سنة تقريبا عزيزة مختفية؟ مختفية من أيام الحرب. أيام الحرب اللبنانية. قد إيه كان عمرها لما تركت البيت؟ 4 سنين. أنتم من سوريا، يعني هي تركت سوريا إجت على لبنان. صحيح. السبب شو كان إنها تركت؟ الفقر الفقر لحتى تبعت مصاري لأهلها حتى يعيشوا. نعم. لما سألت اللي أخذوها على لبنان وين بنتي وين عزيزة شو يقولوا لك؟ ماتت توفت بالحرب. قلنا له إنه وين أصدرت شهادة شهادة لا وثيقة وفاة؟ لا. ليه؟ قلبي ما يقول لي إساها عايشة وبدها ترجع لي. مين قال لك عن ضيفة اعتبرته اسمها منى إنه أكثر شيء مين؟ سارة جارتها بالضيعة. شو صار مع سارة؟ قاعدة عم تحضر أحمد بالخط العريض هذا البرنامج، طلعت وحدة قالت أنا من سوريا. رجعنا لأرشيف أحمد بالخط العريض وكان في حلقة عن مكتومو القايد وكان في ضيفة اسمها منى. أنت لا عم تلكين هالمعلومات وبعد البحث والبحث والبحث عن منى، منى مع الليلة بأحمر بالخط العريض، شو تعليقك؟ شو إحساس الأم؟ شو بيقول؟ هيدي هي. شو اللي خليك تقولي هيدي هي؟ هي قلبي ما يدل. ما بتتذكري شيء منى عن الماضي ولا أي شيء؟ وعيتي فرد مرة لقيتي حالك بلبنان خلال الحرب الأهلية، هل وجه ذكرك بشيء؟ لا. مريم عم بتأكد. ما عشت معها لأتذكرها، يعني ما عشت بحضنها لأتذكرها. مش إنه أنا ما بدي أتذكرها، لا فعلاً أنا ما عشت معها لأتذكرها. إذا كانت أمك؟ يعني أكثر شيء بالله الله يسامحك، بس قولي لي ليش عملت فيي هيدا كله؟ وإذا مش أمك؟ مش أمي، إن شاء الله تلاقي بنتك. مريم شو عندك شيء تقوليه؟ عندي شيء بس لدمع صدر. نعم؟ بس لدمع صدره. عيني يا قلبي. يعني يا عيني انت يا بنتي. ممكن النتيجة تكون سلبية، يمكن ما تكون بنتك. بنتي والله بنتي. والله دقنا بحيط بقلبي من جوا. بركي لأنك مشتاقة لبنتك و هي يا عم. بدي أرجع أخذ موافقة منى وموافقة مريم، بتوافقوا أنه النتائج تعلن على الهواء مباشرة مع دكتور إليان؟ نعم. نطلب من دكتور النتائج. نحن بنشتغل عادة على 15 موقع جيني بالدي إن إيه، ومثل ما قالت نص بياخد من الأم نص من البي، وعادة بيأدي أنه يكون في موقعين منك إختها شي منهم منى من أمك لتكون هي منى أمك. النتيجة هون في موقعين منك إختيون من أمي. موقعين على 15 مش اختيون من امك، يعني النتيجه بتقول انه مدام مريم منا امك. مريم يعني طلعت منى مش عزيزه علي مش بنتك، شو بتقولي لبنتك الضايعه اذا عم تسمعك هلا؟ احساسي ما يقول هذه هي. احساسك بعده بقول ايوه رغم النتائج هذه هي. شو بتقولي منى بكلمه اخيره؟ على امل ضلنا رح نضلنا نتابع معك وان شاء الله انا اقدر احسن لانه على شيء اقدر اوقف يعني ارد ميكني.